إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وانتهينا إلى معرفة تحديد الاستواء بأنه استواء يليق بالله سبحانه، ككل صفة من الصفات يوجد مثلها في البشر، فلا تأخذها في الله مثل وجودها في البشر، فللبشر وجود ولله وجود، وليس وجود البشر كوجود الله. ولله علم بالأشياء التي نباشرها، وللبشر علم ولكنه ليس كعلم الله، ولله فعل في الأشياء ولنا فعل ولكنه لا يناسب فعل الله. إذن فلا تأخذ الاستواء على المعنى الذي معناه استقر على مكان محيز حتى تخرج الله عن أن يكون متحيزا في مكان. ثم قال بعد ذلك يدبر الأمر. وتدبير الأمر ترتيب وجوده ترتيبا يجعل كل شيء موضوعا في مكانه بحكمة. والحق سبحانه وتعالى له صفة علم، وله صفة إرادة، وله صفة قدرة. فصفة العلم هي التي تضع كل شيء في مكانها بحكمة، وصفة الإرادة هي التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وصفة القدرة تبرز المراد لله. إذن فهناك علم، وهناك إرادة، وهناك قدرة تبرز المراد على وفق العلم. فما دام الله هو الذي يدبر الأمر، ده أمر منطقي. ليه؟ لأنه هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض، واستوت الأمور له بحيث لم يعد هناك خلق جديد إلا بما يبرزه بكون في ميلاد كون. فما دام الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الإنسان الذي خلقت له السماوات والأرض، إذن فلا بد أن يدبر للإنسان أمور مادياته وأمور قيمه. أما أمور الماديات فقد بانت في خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والماء والهواء وما في الأرض من عناصر تنبت للإنسان ما يحتاج إليه في قوام حياته. فإذا كان الحق هو الذي خلق كل ذلك قبل أن يخلق الإنسان السيد، والإنسان السيد طرأ على هذه الأمور المادية، أفيعين لكم أموركم المادية بحكمة ثم يترك قيمكم لكم؟ القيم هي أسمى ما في الأمور من تكوين. وما دامت الماديات بأمور خلقها الله، أيترك لكم أنتم أن تجعلوا القيم؟ ده من باب أولى أن يخلقه والقيم. يبقى إذا ما تقولوش لماذا أرسل رسولا صفته كذا، لماذا أرسل رجلا، لماذا أرسل محمد، لأن دي من ضمن تدبير الإيه؟ من ضمن تدبير الأمر، والله أعلم حيث يجعل رسالته. إذا فيدبر الأمر جاي علشان تنفي أكان للناس عجبا أن أوحينا، وعلتها إيه؟ لأن الله هو الذي هو ربكم وهو الذي خلق، ولا يجادل أحدا في أن الله هو الذي خلق الكون وخلق الإنسان. وخلق الكون عشان مين؟ لأجل الإنسان، فلأجل أن ينظم حركة الوجود بين الإنسان والكون خلق له القيم في افعل كذا ولا تفعل كذا، ثم ترك له أمورا لا يقول فيها افعلها أو لا تفعلها، فهي من جانب المباحات. وإذا ما استقرأت الأفعال أي الأحداث في الكون تجد الذي قال الله فيه افعل قليل، والذي قال الله فيه لا تفعل قليل، يبقى متروك المباحات أكثر من افعل وأكثر من لا تفعل. فإذا ما دام الله هو الذي صنع ذلك افعل ولا تفعل وترك الأمور المباحة، فاترك لقيم الله. لماذا؟ فاترك القيم لله لماذا؟ قال لك لأنك لو نظرت إلى الكون نظرة اعتبار وجدت أن الكون المادي المخلوق لله في غاية الدقة وفي غاية النظام. ما امتنعت الشمس أن تشرق على الناس؟
ما امتنعت الشمس ان تعطي ضوءها وحرارتها ونورها، ما امتنع القمر ان يعطي نوره، ما امتنعت السماء ان ترسل امطارها مدرارا، ما امتنعت الارض ان تتفاعل مع اي غرس تغرسه فتعطيه الغذاء. كل شيء داخل في نطاق القدره في النواميس العليا محكم، ولذلك لا خلل فيه. فاذا نظرت الى غير ذلك وجدتم الخلل يحدث. فالشيء الذي لا يدخل في قدرة الانسان وارادته على اتم ما يكون من النظام، وانما فسد الشيء الذي للانسان فيه عمل واختيار. بقى احنا اللي جايين بالعمل نفسد؟ قال لك لا، عمل واختيار على غير منهج الله. فلو اخذنا العمل واختيار البدائل على وفق منهج الله لاستقامت لنا القيم كلها كما استقامت لنا نواميس الكون العليا. إذن فإن رأيتم فسادا فلوموا أنفسكم. ليه؟ لأن الأمر الذي لا تتناولونه بأيديكم ولا دخل لكم فيه على غاية ما يكون من الدقة. فإن أردتم أن يكون كل ذلك بالدقة فخذوا منهج الله في الأفعال، ولا تفسدوها أنتم بأن تختاروا البدائل على غير مرادات الله. ولذلك إذا رأيت عورة في الوجود، شيء متعب، فاعلم أن حدا من حدود الله قد عطل. أمة متخلفة، فاعلم أن حدا من حدود الله قد عطل. ليه؟ لأن الناس يفهمون أن عبادة الله هي أن تنقطع له في المسجد، أو تصوم رمضان، أو إنك أنت يجي موسم الزكاة تزكي، أو يجي في موسم الحج تحج. لا، تقول له العبادة لله هي هذه، بس دي الرؤوس، دي اللي بتشحن العبد اللي يعمل. إذن فالصلاة، إعلانات الولاء دائما 5 مرات في اليوم، الصيام كل سنة شهر، الزكاة من فائض مالك، الحج وترك المال والأولاد والأهل، كل ذلك فقط لإيه؟ شحن الطاقة. فإذا ما شحنت الطاقة فوجه الطاقة لعمل آخر، مش هي دي الأصل. ليه؟ أم قال لك لأنك لو نظرت حتى إلى العبادة اللي هي الصلاة مثلا، الصلاة تحتاج إلى قوة تقيمك وتقعدك وتجعلك تسجد، وفيها استبقاء لحياتك، يبقى استبقاء للحياة واستبقاء لقوة الحركة. هذه لا تتأتى إلا بإيه؟ إلا بأن تطعم. فإذا ما أردت أن تطعم، تطعم من أين؟ نشوف هتطعم من إيه؟ مما تزرع. طب تشوف تزرع إزاي؟ لها نظم، معرفة طبيعة الأرض، معرفة البذور، معرفة الأوقات، معرفة المواعيد، كل دي لازم تعرف. مين يعرف الحاجات دي؟ أجهزة كتيرة أو عمالة ترتب لك في الإيه؟ طب أنا عايز أزرع عشان أطلع حاجة أكلها، تزرع، عايز محاريس تحرس، يبقى عايز ناس يشتغلوا بالحديد ويستنبطوه من العناصر ويقعدوا يسيحوه ويعملوه على شكل خاص عشان يقدر مش عارف ايه. الله، عايز مصانع. طب والمصانع؟ قال لك عايز ناس تخطط لهذه المصانع عشان تشوف الحركة ازاي والآلة تتعمل ازاي ولما تنفصل تتصلح ازاي. الله، اذا فقيامك للصلاة محتاج الى كل هذه الاعمال. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى كل عمل في الحياة يبقى واجب. الخواجه اللي عمال بيعمل لنا الالات وبيعمل لنا البتاع ده بيخدم مين؟ بيخدمنا عشان اقدر اصلي. كذلك ان اردت ان تستر عورتك للصلاه، كيف تسترها؟ احنا قلنا انك بتروح انت لتاجر القماش وتجيب قماش. اياك ان تفهم ان المساله منتهيه عند تاجر القماش اللي ربنا سكره لك كده وجاب عنده خاطر يقول لك يا شيخ افتح محل قماش كده ومش عارف ايه وبتاع. هو مسخر لك ساعه ما فكر كده، وبعدين تروح ليه؟ لا يا اخو، شوف القماش ده جاي منين؟ ده جاي من المنسك. تروح للمنسك تلاقي آلات وناس وعمالين ينسجوا، ويقول لا مش من هنا يا اخوي، ده المنسك عايز ده ايه؟ مغزل. الله، والمغزل برضه بضجته العلمية والإمكانيات الواسعة الضخمة برضه مش عايز دي، ده عايز محلك، والمحلك برضه بإمكانياته العلمية الضخمة دي عايز ايه؟ عايز غيط نزرعه أشياء عشان نعمل منها التور. الغيط عايز برضو ايه؟ آلات ومش عارف وعدد وميكانيته مش عارف. الله، ده منين؟ ده بتتعمل من بعيد علشان تجيلك. يبقى اذا ما لا يتم الواجب الا به وهو ان تجلس ان تقف في الصلاة مستور العورة،
كل ما يخدم ستر العورة يبقى واجب شرعي ولا مش واجب شرعي؟ يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ يبقى هو واجب. يبقى إذن العبادة معناها كل حركة في الحياة تؤدي إلى إبقاء الصالح على صلاحه وزيادة الصالح إلى الهو ما هو أصلح. عندك بير تشرب منه، قديما كانوا بيشربوا من الأبيار، يقول لك البير ده والله كده اوعى تروح تردمه، لأنك تبقى عمدت إلى الصالح للنفع فأفسدته. إن كنت تقدر تزود صلاحه زوده. إزاي؟ بدل ما تلاقيه الرياح والسيل جهر ردمه، اعمل له بناية كده علشان ما يجيش حاجة. ادي اسمه ايه؟ اصلاح. عايز ما يروحش الناس يتعبهم عشان كل واحد يروح يجيب يملى الجرة بتاعته او يملى القربة او يملى، زده صلاحا بايه؟ بانك انت تفكر في الكون. التفكير في الكون ساعة ما تشوف المطر نازل كده وبعد ذلك المطر نازل على الجبل، ما يعودش على الجبل الا لما يبلى الحضيض، ما يطلعش للجبل اللي هو نازل من عليه الا اذا ملأ مين؟ الحضيض. يملى كده يملى كده ويقعد ايه؟ اذا فالعالي لا يستفيد الا بعد ايه؟ بعد الوطي ما يديله. يبقى العالي اعطى اولا والوطي اعطى ايه؟ شوف تبادل النفع، العالي اعطى ايه؟ والوطي الوطي اعطى، تبقى فيه تبادل ايه؟ تبادل النفع. كل ما افكر فيني في الظاهره دي واقول كده بدل ما كل واحد يروح يجيب ميه لنفسه نعمل ايه؟ شيخ ما نبني سهريك عالي اعلى من اي حته فيها عايزين فيها ميه ونملاه ميه. طب تملاه ميه ازاي؟ تفكر تعمل اله رافعه عشان ترفع الميه، ولما تفكر تعمل تجيب اداه اصلاح، زياده الصالح صلاحا، وبعدين املاها ميه، وبعدين حط عليها مواسير وودي المواسير البيوت. بعد ما كان الناس بتروح للماء الماء عاد بيعمل لهم ايه؟ يبقى ده زدت الصالحه ايه؟ صلاح. تبقى عمل عبادي ولا مش عمل عبادي؟ بدل ما كل واحد كان يمشي زمان ويلاقي وساخه في الارض يقعد ينقاها بايده، شوف بقى تبقى عمليه ايه؟ يوم اكتشفوا المكنسه، بدل ما تقعد كده تعمل تقوم تعمل كده تروح المكنسه، وبعدين عملوا تطوروها. اذا ده لون من الايه؟ من زياده الصالح ايه؟ صلاحا. يبقى اذا كل عمل في الوجود يؤدي الى بقاء الصالح على صلاحه او زيادته الى الاصلح يبقى عمل ايه؟ عباده. ولذلك ولي الامر من المسلمين ان جه لبلد كده ولم يجد فيها واحد خياط يفرض ويلزم انك انت تتعلم خياطة، لان دي مسألة عايزينها ضرورة، عايزينها عشان عبادتنا. ما اللي نعمل لنا التوبة اللي نستر بيها عورتنا؟ ما لقاش مخبز يفرض ان واحد يعمل مخبز، ما لقاش جزار يفرض ان جماعة يبقوا جزارين. يبقى هذه الاعمال فرضها فرض كفاية، ان قام بها البعض سقط عن الباقي، وان لم يكن بها البعض يبقى قسم الجميع. ومن الذي يرفع المأسم؟ ولي الامر. يقول لا البلد دي عايزه كم جزار وكم كذا وكم كذا وكم كذا وكم كذا. ولكن قبل ان يخطط البشر هذا التخطيط ويقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل علشان الامور تنصلح، افكر الناس قديما في انهم يقعدوا البلد دي تعدادها 50,000، تعوز كم مخبز وتعوز كم حلاق وتعوز كم مكودي وتعوز كم بقال؟ ما حدش قعد القعده دي ابدا ابدا، انما الله وزعها بالخواطر في رؤوس الناس. وزعها بالخواطر في رؤوس الناس، بمعنى ان حتى لما يلاقي مثلا الخياطين كتروا عن البلد، يوم واحد يقول لك ايه؟ يقول لك ما تفتح لك دكان بقاله. لو انت ناصح بقى وتقعد تتدبر في الامور تجد ان البقاله هي اللي كانت ناقصه لهذه المجموعه والخياطه بقت زايده، يقوم ربنا يجيب له خاطر يقول بلاش الصنعه دي يا اخي اللي مققت عينيا وانا هقعد مش عارف ايه، ويروح لصنعه ايه؟ مين اللي عملها دي؟ اهو ده من تدبير الامر بالخواطر، يعني مش بامر كده. ولذلك اذا جت بالامر بتفسد، انما تيجي بالخواطر الطبيعيه كده. اقعد كده تعالى يوم سوق، شوفكم سوق بلدك ايه، واقعد على مدخل السوق كده وانت قاعد تلتفت تلاقي الصبحية واحد ماسك المواشي بتاعته بيسوقها، ده بحمير وده بعجل بقر وده بجاموس وده بخرفان وده بعيد وده بطاطس وده بقوطة، كله نازل السوق. وفي ناس داخلين السوق بدون حاجة، يقوم داخل ده عايز يبيع واللي من غير حاجة ده عايز ايه؟ تقوم لما تلاقيهم راجعين المسألة تنعكس، المسألة تنعكس. هل جه واحد قال السوق ده يعوز 20 جاموسة تنزل؟ محدش قالها، انما الله يلقي الخواطر في رؤوس خلقه
واحد كده قاعد يقول بتال انا ماني معذور وتعبان، ما بيع العجله دي وتفك في ثمنها في الوقت ده اهو. واحد تاني بيفكر يقول بدال الفلوس دي ما ايه تعبان كده، ما اشتري لي عجله يتعمر الزيت. الله دي راح وجه. مين اللي عمل كده؟ يدبر الامر، يدب تدبير الامر بقى. ولذلك تجرب بقى لما نصعب ولما نعمل مش عارف ايه ولما نعمل ايه، نقعد نفسد الايه، نفسد الدنيا كلها. ليه؟ لو تركناها للمبرد الخواطر، وخصوصا اذا كانت خواطر ايه ايمانيه. تلتفت تلاقي واحد من الاعيان مثلا وعايش في بلد، وبعدين التفتنا فجاه يقول لك هو فلان بيبيع الارض بتاعته والسرايا وعايز يسيب البلد دي ويقعد في البلد الفلاني. انتوا فاهمين انها دي كده؟ ابدا. ميزان الاقتصاد الالهي لقى ان دي زائد عن الحاجه هنا، وفي حته تانيه محتاجه، يقول له روح بماليتك هنا كنت. الله، شغلانه مدبره ولا حد رتبها ولا حد عمل. يبقى ده جاي منين؟ ليدبروا الامر. ما دام يدبر الامر خد التدبير بقى السماوي تجده على احسن ما يكون. ربنا مثلا يجي مثلا يخلق واحد، يخلق واحد بيكتب باليمين زي كلنا كده طبيعي، وواحد تاني تلتفت تلاقي تيجي تقول له ايه اعمل باليمين ما يعملش بالايه ويعمل بايه، تقوم انت بقى ازاي يعمل بالشمال، وتقعد بقى تضربه وتعمل مش لا يعرف يكتب لا بيدي ولا بيدي. طب سيبه يكتب بالشمال، تلتفت تلاقي خطه احسن من اللي بيكتبه باليمين، وتقول ازاي ده بيكتب؟ ده تكوين، مش اراده، مش اراده انه يعمل مثل ده، تكوين في الذهن. ان كان الجهاز النحيادي تبقى اليمين هي اللي تكتب، الجهاز النحيادي تبقى الشمال هي اللي ايه. ولذلك اللي يقول احترم قدر الله في خلق الله، واللي سيبوه ياكل باليمينه ياكل بشعره. ان كان في النص، الجهاز اللي بيعمل التوازن ده نجي في النص اهو في الابل في المخ من الابل انايا، يبقى يكتب بالاثنين، يعمل بالاثنين زي سيدنا عمر رضي الله، كان اقبط يعني يعمله بكلتا ايه، علشان ما تفهمش ان الخلق دي له نظام محدود، ده زي ما يريد هو يخلق ما يشاء، يخلق دي كده يخلق، مش ميكانيك، مش قوالب بتنعمل، لا ده مع كل خلق مراد، كل خلق له ايه، ادي معنى يدبر الامر. فكما احسن الله تدبير ما لا دخل لكم فيه، فاعلموا ان تدبير ما لكم فيه دخل ان اتبعتموه يجعل الامر منتظم فيما ليس لكم فيه دخل وفيما لكم فيه ما دام على منهج مين. فما تقولوليش بعث راج بعث مش عارف ايه، هو ده من ضمن ايه، من ضمن تدبير الايه، من ضمن تدبير الامر. يدبر الامر، كلمة يدبر الامر معناها ايه؟ ما هو الامر بقى اذا؟ هو كل شيء ينشأ، يبقى ده اسمه امر، يعني يدبر كل شيء. وش معنى اعادل عن كلمة شيء الى امر؟ ام قال لك لان كل شيء لا يقدره الى الوجود الا بكون، كن اللي هذا الامر بقى، انما امره اذا ارادت ان يقول له ايه كن فيكون. يدبر الامر، ما دام يدبر الامر في السنن الماديه التي لا تتناولونها، فان اردتم ضبط الامور التي تتناولوها فاعملوا فيها ايه، خذوا منهج الله، فافعل ولا تفعل. وبعدين هو ترك لكم مباحات تتبحبحوا فيه، تفعل ولا ما تفعلش. ليه؟ أم قال لك لأنك مخلوق على هيئتين اثنين، هيئة إرغامية قهرية وهيئة اختيارية. يبقى أنت في أشياء مقهور وفي أشياء إيه؟ مختار. تكوينك أنت مقهور في حركة التنفس بتاعتك، ولا لك اختيار؟ أنت بتقعد كده مرة وتقعد يلا ما نتنفس، ما حصلتش. ده عملية بتتعمل ايه؟ وتتعمل وانت نايم. طب لو كان لك اختيار بقى وعايز تتنفس باختيار، طب كم من يعملها لك بقى وانت نايم؟ تقعد واحد عند مناخيرك بمنفاخ. اذا من رحمتي انه جعلك ايه؟ مقهور في العملية دي. الله. طيب نبضات القلب برضو مقهور فيه، الحركة الدودية في الأمعاء، الحركة مثلا بتاعة المعدة، العصارات اللي عمالة تهضم وتستقبل دي، وأنت لا تعرفه تكوينها إيه، أنت ليك دخل فيها دي؟ ما لكش دخل فيها، أنت مقهور. لكن أنت مختار في أشياء، تاكل دي، لا بلاش دي، كل دي، البس دي، روح النهاردة عاك مش عارف من عند البقال الفلاني، لا ما تجيش، انزل السوق هات سمك هات لحمة، دي أمور إيه؟ اختيارية.
إذن فالمباحات في الوجود كتيرة ولا لا؟ إن كنت عايز تتبحبح يعني وتبقى حر، ما أكثر ما يدين الحرية في الحياة. أنت عندك ربنا قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، أمور محصورة، والباقي ساب لك إيه؟ ساب لك الحرية. اللي ساب لك فيه حريتك دي إن جاء البشر بها كل واحد على لو لا يفسد بها الكون. الله الله، إنما اللي أرغمك عليها الخلل فيها يفسد الكون. فيبقى القهريات عشان إيه؟ علشان صلاح الكون. إيه الحاجات اللي ما تضرش في الكون؟ افعل دي ولا افعل دي. إن كلت سمك النهاردة ما يجراش حاجة، كلت لحمة، ما كلت جبنة، كلت ما يجراش أبدا أي حاجة. كلكم اختلفتم وأكلتم خلاف بعضكم، لكن في الأمور الأصيلة لو اختلفتم لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت إيه؟ السماوات والإيه؟ والأرض. إذن فتدبير الله فيما لا دخل لنا فيه جعل إيه؟ جعله مستقيم ولا لا؟ ده مستقيم استقامة، حتى جعلت الكافر بالله وبنواميس كونه يحكم في فلكه. يقول لك في الوقت الفلاني هيحدث خسوف، وفي الوقت الفلاني هيحدث خسوف، وده حلقي وده كلي وده جزء، تمسك الساعة بقى الكافر. قال لك من دقة النظام والحركة، عملها من دقة ايه؟ النظام ومن دقة الايه؟ الحركة. فإذا كنتم تريدون أن يستقيم لكم أمر مراداتكم البدلية فخذوا أمر الله هنا كما صنع الله أمره في ملكوته فاستقام ايه؟ لكم. يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ايه دخل الحكايه بتاع ما من شفيع جت هنا بعد تدبير الامر؟ ما من شفيع ما جاش سيره لل... ام قال لك لا، لان هؤلاء القوم اللي كانوا يقولوا اكان الناس عجبا ان اخر، هم الذين كانوا يقولون ويعبدون من دون الله ما لا ما ايه ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نقول لهم احنا هنمسك النص ده، انتم بتقولوا هؤلاء ايه؟ شفعاؤنا عند الله. نشوف الكلام ده صح ولا مش صح. قولكم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، انت لا تحتاج الى شفيع يشفع لك عند من يملك الامر الا اذا كنت عملت حاجه او جريمه. يبقى اكن قولهم ده مصرين على ان منهم ايه؟ جرائم. ما دام قالوا شفعاؤنا يبقى ما دام يقول ده شفيعي يبقى معناه انه ايه؟ انه حصل منه ايه؟ تقصير. كل الآية تقول هم بيعبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. طيب صحيح ما يضرهمش، طب ما يضرهمش يبقى صحيح وما يضرهمش، هو الصنم هيعمل ايه؟ ما يضرهمش. ام قال لك لا، ده ما لا يضرهم ان لم يعبدوه، وما لا ينفعهم ان عبدوه. يبقى الحكايه منفكه، مره نعبد ومره ايه؟ ما نعبدش. طيب قال ايه هي الشفاعه دي؟ معنى كلمه شفاعه من الشفع، والشفع ضد الوتر. الوتر يعني الحاجه الايه؟ الفز وتر. وما لا يقبل القسم على اثنين يبقى ايه؟ يبقى لا وتر. ما لا يقبل القسم على اثنين يبقى الوتر. ثلاثه خمسه سبعه تسعه وشيل امشي فيها كده طوال على الاول. يبقى الشفع بنعمل ايه؟ انت لك موقف من الله، الموقف من الله بتاعك ما انتش قادر عليه لانك مقصر، تقوم بدل ما تقابل ربنا فرد تجيب حد وياك يعمل ايه؟ يعمل شفع لك. يبقى الشفع معناها ايه؟ تعضيد الفرد بواحد ينتقل من كونه وترا الى كونه ايه؟ الى كونه ايه؟ شفع. ولذلك لك يقول والشفع والايه؟ والوتر. كلام على الأول. يقول لهم انتم بتقولوا شفعاؤنا عند الله، وهل يشفع عند الله كده الناس تيجي تشفع كده الخلق يشفع عند الله كده؟ ده لا شفاعة عند الله إلا بإذنه، لأن الشفاعة تقتضي شافعا ومشفوعا عنده، مش كده؟ ومشفوع له ومشفوع به كم عنصر؟
شافع ومشفوع عنده، خلاص، ومشفوع له ومشفوع فيه. هتشفع له في ايه؟ انت قلت الواحد روح تشفع لي عند فلان، يبقى انت واللي هتروح بداله انت يبقى ايه؟ مشفوع له، والرئيس اللي انت هتروح له ايه؟ مشفوع عنده وفي ايه؟ مشفوع فيه. يبقى قبل كم عنصر؟ اما اللي بيستشفع المقصر، وهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله يبقوا مقرين بان في ايه؟ في تقصير، وعند الله ادي المشفوع عنده. طيب المشفوع فيه ايه؟ تخفيف العذاب او انهاء الايه؟ العذاب. يبقى العناصر مستوفية ولا لا؟ ام قال لك اما المشفوع فيه فامر مشترك، والمشفوع عنده امر مشترك، ولكن بقي الامر في الشافع وفي المشفوع له. ليس كل شيء يصلح ان يكون شافعا. اللي انت بالله تجيب واحد من الطريق ده تقول له اشفع لي عند المحافظ، ولا اشفع لي عند الوزير، ولا لانسان تعلم ايه رضا المحافظ عنه او ايه او رضا الوزير عنه، له منزلة عنده مقرب واسير ومش عارف ايه، او التقريب دي كلون من الاذن في ان يكلمه في امور الناس. يبقى اذا الشفاعة عند البشر لا يوجد شفيع كده يجي يشفع كده مطلقا. فقال ربنا لا، فقال في آية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، خلاص. وهنا ما من شفيع إلا بإذن الله. طب المأذون له في الشفاعة في أنه يكون شفيع، جت آية تانية إيه؟ إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يبقى عايزين إذن وإيه؟ ورضا الاثنين. طب والمشفوع عنده، المشفوع له بقى؟ قال لك مش كل واحد يشفع له كده، ده المشفوع ده لا كم، ولا يشفعون الا لمن ارتضى. يبقى عندنا الشافع والايه والمشفوع له. المشفوع عنده الله، والمشفوع فيه الذنوب والاشياء دي معروفة كده. يبقى بقي الشافع نقول له لابد ان يكون بايه؟ باذن، وباذن ورضا. والمشفوع له لازم يكون ايه؟ مرضي عنه. طب يقول لك ما دام مرضي عنه يبقى عايز شفاعه ليه؟ خدوا بالكم بقى، نقول الانسان يتعرض لاعمال كثيره وله نقاط ضعف في حياته، قد تكون كثيره وقد تكون قليله. فاذا جاء في نقطه الضعف واذنب ذنبا، النقط اللي هو مش ضعيف فيه يعمل فيها ايه؟ يزود فيه. علشان ايه؟ ان الحسنات يذهبن السيئات. يبقى صاحب السيئة ربنا قال له كتر من الحسنات علشان مين؟ السيئة. يبقى اللي عمل سيئة واختلس من الله حكما يقول له انت هتنفد بقى كده؟ لا، ده انا هخليك تطفح الدم في عمل الحسنات علشان ايه؟ اوعى تفتكر انك هتيجي كده من ورايا. ان الحسنات يذهبن الايه؟ فهب ان انسانا فيه نقطة ضعف واذنب ذنبا في شيء، وعنده نقط ما هوش ضعيف فيه، تبقى الطاعة فيها ايه؟ سهل ميسرة. نقول له بقى ايه؟ انت ما دام الطاعة ميسرة دي ربنا هيحبك لاجل هذه، وبعدين يرحمك فيما اذنبت من الذنوب، فيخلي المأذون له في الشفاعة يشفع عليك ويقول يا رب بلاش دي وفوتها. الله، يبقى دي عملها ليه ربنا؟ عمل كده ليه؟ قال لك علشان صاحب السيئة لا يحرم العالم من حسناته التي يجيدها. صاحب السيئة ما يحرمش العالم من ايه؟ من حسناته التي يجيدها، خلاص. وصاحب السيئة ما تنظرش له وتحرم نفسك من حسناته لانه عمل سيئة، خد انت الايه. ولذلك تجد الحديث لما يجي يكلمنا يقول لك ان رجل لقى كلب يلهس وعطشان، فما لقاش اناء يملاها عشان يسقي الكلب، ف
فخلع الخف بتاعه ونزل البير وملى الخف ميه وطلع لمين؟ للكلب. سأل. الا بالله هنقول ده بينافق الكلب. طب عشان الكلب يعمل له ايه؟ اذا دي منتهى الايه؟ منتهى الرحمه بهذا الحيوان. كل في كل ذات كبد رطبه اجر. وشافه بيلهس وعطشان ولا فيش حاجه ابدا، مش عارف يطول من البير ولا يعمل اي حاجه، فعمل. ام قال لك غفر الله له. غفر الله له عشان سقى كلب. يقول لك اه، ويمكن دي تجبر كل الايه؟ كل السيئات اللي عملها. طب يجبر كل السيئات كده من غير حاجه؟ ام قال لك لا، ولماذا لا يوجد الله في غفران هذه السيئات تكريما لرسول او لمأذون له بالشفاعه فيشفع له ويقول له كده؟ فإذا علمت أن الرسول قد يشفع لك، وأن المؤمن قد يشفع لأخيه، وأن الأب قد يشفع لك، قلت أنت تحسن إلى كل هؤلاء لعلك أن تحتاج منهم إلى شفاعة. يبقى الكون كله إيه؟ وإذا رأيت إنسانا محسنا في دينه ما تحتكروش، لأن إحسانه في دينه يمكن إيه؟ يجي إيه؟ ينفعك أنت في إيه؟ فيما بعد. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما في سورة الفاتح، فاتحة الكتاب اللي بنقراها كل صلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف كلمة إياك نعبد، طب أنت بتقولها وأنا بقولها، كان الأصول أقول إيه؟ إياك أعبد. شوف التمحكة في بعض بقى، اسمحكنا في بعض. إياك نعبد كلنا كده عشان يا رب إن قبلت حد تبقى تاخد الصفقة كلها. إياك نعبد إياك إيه؟ لأن أنت علمتنا يا رب إن لما يكون لي خيار عيب في أي صفقة اشتريتها ما تبقاش تقول اللي أنت اشتريت منه ولقيت في الصفقة عيب، أنا أخد المش معيب وأسيب لك المعيب، الصفقة كلها إيه؟ واحد. فكذلك انت قلت لنا كده يا رب تبقى تعاملني، اذا كان فينا واحد كويس كده يبقى ايه؟ يبقى شلة. اياك نعبد، يبقى ما دام الانسان مساله بشكل، ان شفت واحد شادي في العباده وكويس ما تقعدش تسخر منه، ما تقعدش تهزأ بيه، لانه ليه؟ موقفه وتوغله في العباده يمكن ايه؟ يبقى ينفعك. ساعة الرسول ما يجي يامرك بامر شاق ومش عارف ايه ونهرك ولا عمل فيك اي حاجه، قلبك ما ياخدكش على الرسول، لان هو ده اللي هيبقى المرجع اللي يشفع لك في الامور اللي ما انتش ايه؟ اللي ما قدرتش ايه؟ عليها. من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعه بقى الحق سبحانه وتعالى شرط فيها اذن المشفوع عنده للشافع ورضاه بالشفاعه. ايه ما دام اذن يبقى راضي ولا لا؟ اما قال لك لا، يمكن يقول له انا اذنت لك بالشفاعه يظنها في خصوص جزئيات ويعممها هو، لا برضه كل واحد عايزين نرضى، انت عندك اذن بالشفاعه صحيح، انما ايه اللي انت هتشفع له لازم ايه نرضى انك انت تشفع له فيه، يبقى مع كل جزئيه حتى ما يديش المساله للرسول كده وبعد ذلك المشفوع له يبقى ارتضى. وارتضى ليه؟ لانه ناحيه ايه؟ ناحيه حسنات ايه اجاد فيها. ولذلك مثلا سئل مرة سؤال أن سيدنا عمر رضي الله عنه رآه رائم في الرؤيا فقال ماذا فعل الله بك يا ابن الخطاب؟ فقال غفر الله لي. قال بماذا؟ قال لأني رأيت غلاما يعبس بعصفور فاشتريته من الغلام حتى لا أفجعه في العصفور بتاعه، اديته فلوس وأخذت العصفور وأطلقته. فواحد تعجب قال لك ده كل الاعمال اللي عملها سيدنا عمر دي ما فيش الا حكايه العصفور واطلق العصفور. قال له يا اخي افهم، اما هذه فلغفر الخطايا، واما ما عمل عمر فلرفع الدرجات. نعم. الايه عندنا كنا واحنا في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حينما قال الحق سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الآية دي جت مرتين بهذا النص، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لكن عجز الآية دي غير عجز الآية دي، فدي بقى الجماعة اللي بدهم يتورخوا على القرآن ويعملوا لهم ضجة، يقول لك يا أخويا الأساليب القرآنية أهو
إن كانت الآية الأولانية هي البليغة تبقى الآية الثانية مش بليغة، إن كانت الآية الثانية بليغة تبقى الآية الأولانية مش بليغة. ليه يا أخوي؟ قال لأنه بيقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. في الآية الثانية قال إيه؟ ولا يقبل منها إيه؟ عدل ولا تنفعها شفاعة. الله إيه الأول العدل والثاني الشفاعة ودي تقبل ودي تؤخذ ومش عارف إن هي اللي بليغة إن هي اللي كويسة، إن كانت الأولى كويسة تبقى الثانية مش كويسة. تقول له أنت البعيد غبي. ليه؟ لأنك لو كانت لك الملكة العربية في استقبال الأساليب لعلمت أن الصدر محتمل لوجهين. ليه؟ واتقوا يوما لا تجزيه نفس عن نفس. طب النفس الأولى هي مين؟ الشافعة مش كده؟ وعن نفس المشفوع ده ومنها لا يقبل منها ولا يؤخذ منها من أي نفسين؟ يادي يبقى إذا ما دام فيه متقدم نفسين، نفس جازية اللي هي ايه تشفع ونفس مجزي عنها اللي هنشفع ايه، ادي صدر الآية. ما دام جت اتنين الضمير اللي هيجي لا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا تنفعها، تنفع مين؟ النفس ايه ولا ولا الشافعة؟ يبقى متقدمين الاتنين، متقدمين ايه الاتنين. يبقى الضمير يصح ان يرجع الى النفس الشافعة ويصح ان يرجع الى النفس الايه المشفوع لها. يبقى اذا صدر الايه محتمل لايه؟ لاثنين. يبقى العجوز جاي اثنين، واحد ان كان الضمير يعود الى الاولى وواحد ان كان الضمير يعود الى الثانيه. يبقى كلام منطقي ولا لا؟ طب نشوف كده، الايه الاولى بتقول لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. اولا قدم الشفاعه هنا واخر مين؟ العدل. وفي الايه الثانيه لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه، ودي تقبل ودي تنفع. ايه الحكايه دي؟ قال لك تعالى بقى، الانسان اذا كان عليه شيء لانسان ومش غادر يستبرئ ذمته منه، فجاب واحد له ايه؟ له داله وله مكانه عند من عنده الحاجه، يبقى انا اللي هيروح يشفع لي وانا انا مشفوع لي وهو شافع. اول ما يروح الشافع عند المشفوع يعمل ايه؟ يقول له انا جاي استشفع لفلان، يبقى يقدم مين؟ الشفاعه. فان كنت هتكرمني اقبل ايه؟ يقول له لا مش قابل. يقول له طيب ما دام ما قبلت شفاعتي انا ادفع العدل المقابل، انت عايز منه ايه؟ تقول انت عايز منه ايه قبل الشفاعه ولا بعد ما يقبلش شفاعتك؟ يبقى الترتيبه، يبقى ما دام الضمير يعود على النفس الشافعه، النفس الشافعه تعرض شفاعتها عند المشفوع عنده، فان لم تقبل يقول له طيب انا اتحمل العدل المقابل علشان تنهي الايه المساله. طبعا يبقى لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، اللي هي من بقى النفس الايه الشافعة. طب وفي النفس المشفوع لها، ما احنا بنقول نفس عن نفس، يبقى في ايه؟ نفسين، نفس شافعة ونفس مشفوع، والضمير الذي بعدها اما ان يعود الى الاول، فان عاد الى النفس الشافعة يبقى المنطق يقول ايه؟ لا يقبل منها شفاعة خلاص. ولما ما يقبلش منها شفاعة وقال انا هدفع اللي مطلوب منه، قول ولا يؤخذ منها عدل خلاص. طب وان كان الضمير يعود على النفس المشفوع له، هو انت تروح لواحد يشفع لك الا اذا انت قصرت ما عندكش مقابل او عدل؟ قال لا يقبل منها عدل. ولما ما يقبلش منها عدل تقوم تجيب شفيع بقى وتقول له شوف لنا ايه، شوف لنا الحكاية دي. يبقى كل صدق كل عجز آية منسجم مع عودة ضمير على واحدة منهم ولا لا؟ يبقى إذا إن جبت دي غير دي تبقى ما ينفعش الأسلوب، يبقى لازم الأسلوب يبقى إيه؟
يبقى مختلف في العجز. ليه؟ لأنه في ظاهر الأمر عندك متفق في الصدر. نقول له لا، دي نظرة غلط، لأن في نفسين اثنين متقدمين، نفس شافعة ونفس مشفوع لها. فالضمير إن عاد على النفس الشافعة يبقى لازم النص كده يقول لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها ايه عدل. وإن كانت في الأصل النفس المشفوع لها يقول له لا يقبل منها ايه، وما قالش لا يؤخذ، قال ولا تنفعها شفاعة. ولا تنفعها من شفاعة. من ذا الذي يدبر الأمر؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه. اللي كل صفات الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. خلاص خدت فكرة عن ربك، خدت فكرة عن الله. ذلكم الله ربكم، كل الحاجات اللي قدام هي دي ايه المواصفات اللي يجب ان تعرف، ان تعرفها لمين؟ للرب. انه خلق لك الكون ليستقبلك الكون، مش جابك وبعدين خلق لك، لا. واستقرت له الامور استقرارا. ايه فايدة استقرت له الامور؟ ام قال لك لان احنا قلنا زمان ان الله طلب منا ان نشهد انه لا اله الا هو. خلاص، وهو نفسه بيشهد لنفسه انه لا اله الا هو. شهد الله انه ايه؟ ليه؟ ام قال لك لانه لما يشهد انه لا اله الا هو يكون على ثقة تامة بان اوامره في كونه لا اله غيره يردها. ما يمكنش، خلاص، لانه ما فيش الا ايه؟ ما فيش الا هو. ذلكم أي الذي تقدم، الذي خلق السماوات والأرض وإلى آخره، واستوى مش على العرش ودبر الأمر، وما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله إيه ربكم. مدام ده ربكم يبقى اعبدوه. المنطق كده، مدام ده ربكم يبقى إيه اعبدوه. ليه؟ أم قال لك لأنه مدام رب خلق من عدم وأمد من عدو وله كل صفات الكمال المطلق، هو الذي خلق الكون الذي استقبلنا، وأنه هو الذي يدبر لنا النواميس كلها ويعمل لنا العمليات دي كلها، يبقى يجب أننا نعمل إيه؟ نعبده. ولذلك لما جاء الحق سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علشان تفهم يبقى علة الخلق ايه؟ العبادة. تقول له العلة دي تنبه شوية، ليست علة عائدة عليه، لان ربنا منزه عن الايه؟ عن العلل، اي العلل التي تعود عليه. ليه؟ لان ان عبدتوه مش هيزيد ملكه، ان ما عبدتوهش مش هينقص ملكه. خلاص، هو بملكه وصفات كماله عبدتم ام لا؟ يبقى العباده مش عله عنده، ده العباده عله لكم انتم، نفع لكم انتم. ليه؟ لان العباده حنتلقى الاوامر، وما دام حنتلقى الاوامر يبقى خرج كل خلقه عن اهوائهم، وما دام كل خلق خرج عن اهوائهم هيبقى هوى الموجه واحد، وما دام هوى الموجه واحد لا تصطدم إرادة بإرادة، وما دام لا تصطدم إرادة بإرادة يبقى العالم متكامل ولا مش متكامل؟ وإن تصادمت إرادة بإرادة يبقى العالم متعالي، أنت عايز كذا وأنا عايز كذا. الله، تبقى ما تنفعش. يبقى العبادة بتعمل إيه؟ بتوحد أهواء الخلق إلى مراد واحد، وهذا المراد الواحد لا يأنف إنسان منا أن يخضع له، انما قد يأنف الانسان من ان يخضع لمساويه. انما ما دام هو رب واعلى، ولذلك الفلاحين عندنا يقولوا ايه؟ اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم. يعني معناها ايه؟ برضا. لكن ان واحد تاني قطع صباعي يخر دم، هو صحيح ما بيخرش دم؟ لا، لما يهجنيش في حاجه، ما دام ربنا هو اللي ايه؟ هو لا، لان دي مش خضوع بشر لبشر، ولكنها خضوع مخلوق لخالق. والى